عاوزين نتعلم، عايزين معلم يخاف من ربنا، عاوزين ننهض ببلدنا، عايزين احنا بايدينا نطور المنظومة التعليمية. لينا رؤساء ولينا وزراء بيقولولنا احنا نساعد، احنا نقف معاهم. روح المدرسة اللي جيت سيلة المهملات ناقصة، هات يا عمي كم فصل في المدرسة، 10 15، هات 15 سلة. غيرك راح المدرسة ليجي ان مفيش، عاوزين تباشير، عاوزين مثلا اقلام نكتب بيها، هات يا عمي ده 2 3 اقلام ودهم لهم. واحد تاني راح المدرسة ليجي ان فيه الحوض والحنفيات محتاجة، اعملهم انت. واحد راح المدرسة ليجي الفصول عاوزة تدهن، اعمل يا سيدي. ايدينا في ايدين بعض. ما انت بتعمل لابنك وابني واخوك واخويا، انت بتخدم بلدك اللي هو اللي اوياك واويانا كلنا، بتخدم مصر اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمها، بتخدم كل اللي بتاخد ثواب على كل حاجه عملتها. تخيل لو انت جبت شويه ورق فاضيه وديتهم للاولاد ولا ليتهم للناظر او المدير والاولاد امتحنوا فيهم، هتاخد ثواب ده الى يوم القيامه. يا اخوانا الثواب عظيم. يا اخوانا ادينا في ايدين بعض نطور. روح المدرسة وشوف كم طالب ما دفعش المصروفات وادفع لهم انت المصروفات دي. روح المدرسة وشوف كم طالب غلبان دخل بالهدوم القديمة، هات لهم هدوم. شوف كم طالب النهاردة ما قدرش يروح علشان ما عندوش جزمة يلبسها. لازم نقف جنب بعض، لازم نساعد الفقراء، لازم نساعد الوطن، لازم كلنا بايد واحدة لحمة واحدة. عرف ابنك وبنتك ان المسلم والمسيحي ايد واحدة. عرفهم يا بنتي ان دي اختك المسيحية، دي برضو اختك من لحمك ودمك، بتاكل سندوتشاتك زيها زيك، بتاكل زيك، بتشرب نفس المية بتاعتك، معاها نفس المريلة بتاعتك. علم ابنك، قل له المسيح اللي معاك ده اخوك، اخوك يفديك بروحه وانت تفديه بروحك. خليكوا ايد واحدة، خدوا من بعض وودوا بعض. علموا المسلم والمسيحي يبقى ايد واحدة، اخوات ما تفرجهمش عن بعض. كل الفصل كله ده عبارة عن واحد، المدرسة كلها عبارة عن واحد. عاوزين نبقى ايد واحدة. وادعوا الله في السر وان تموقنوا بالجميع. الحمد لله رب العالمين. يقول الحبيب صلوات الله وتسليماته عليه: من سئل عن علم او شيء فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار والعياذ بالله. يبقى ما نكتمش العلم اللي ربنا ادهولنا. النهارده المدرس لو كتب العلم وكتم العلم وما طلعهوش، يلجم يوم القيامه بلجام من نار. ربنا سبحانه وتعالى يحط له كده في بقه كده في حنكه لجام كده من النار، واحنا في الدنيا مش عاوزين دي. ولذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لازم نحافظ عشان خاطر العلم ما يروحش مننا، لأن هيجي يوم ربنا سبحانه وتعالى يبقى القرآن موجود والكتب موجودة وكل العلوم والمكتبات موجودة قدامنا هي. وكل خش في أي مكان تلاقي مكتبة ثقافية وتلاقي كتب وتلاقي. خش على النت هتلاقي المعلومات اللي أنت عايزها، خش في أي مكان. ولكن كل ده ما يساويش وجود عالم واحد بس. إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس أو من العباد. ربنا سبحانه وتعالى مش هياخد العلم مرة واحدة كده ياخده من الصدور، لا. ده تبص تلاقي النهارده عالم انتقل لرحمه ربنا، وبكره العالم اللي بعديه، وبعد العالم اللي بعديه، العالم ورا عالم، لحد ما العلماء اللي معاهم العلم كلهم ينتهوا. حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. المدرسه محتاجه المعلمين، لازم نجيب معلمين. ما هو كده. القضاء محتاج لقضاه، هنجيب قضاه. اي مكان هيحتاج لرئيس، لمدير، لحاكم، لاي، هنجيب ناس. العلماء انتهوا، اللي هيجي بعديهم جهال. ها، ما النهارده هو العلم ده هينتهي، هينتهي العلم بانتهاء العلماء.
نروح جايبين ناس بقى يمسك، واللي يمسك مدير كذا، واللي يمسك رئيس كذا، واللي يمسك كذا، واللي يمسك عمده، واللي يمسك مدير مدرسه، واللي ينشغل معلم، واللي ينشغل معلم، اشتغلوا اه. ولكن سيكونون جهالا والعياذ بالله، فيفتون للناس بغير علم. اصل المدارس مش هتتقفل، ولا المصالح الحكوميه ولا الاهليه هتتقفل، لا هيبقوا موجودين برضو، بس العلماء فين؟ ماتوا. الجهال موجودين، يمسك واحد مدير المصلحة بجهله يضيع الدنيا، مدير مكان يضيع الدنيا، خلاص العالم راح. وقف النهاردة، وقف قدام الأولاد على أشرح لهم في الفصل، ضيع الدنيا جاهل. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يبقى يا أخوانا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لكم اوعوا، لأنه كل ما تسيبوا العلم، العلم هيسيبكم. كل ما تبتعدوا عن العلم، العلم هيبتعد عنكم برضه. ده احنا أمة اقرأ، احنا الأمة بتاعت اقرأ، يسمونا أمة اقرأ. كم واحد فينا النهارده بيقرأ؟ كم واحد فتح فينا كتاب يقرأ فيه النهارده؟ بقى الأسبوع ده كله فتحت كم كتاب قريت فيه؟ بلاش يا عم كتاب ديني، كتاب ثقافي حتى. ها؟ ولا كل اللي قدامك أنت عاوز تتفرج بعينك بس؟ اهم حاجة انا اصلا انا مش فاضل القراية، اصلا انا بمل بسرعة من القراية، اصلا انا مش عارف ان القراية، اصلا القراية، اصلا القراية. يا اخي انت امة اقرأ يا اخي، ده القراءة دي، ده النبي صلى الله عليه وسلم وصاك وقال لك اقرأ، وربنا قال اقرأ، اقرأوا مش اسمعوا ولا شوفوا، اجروا. عاوزين نقرأ كلنا، لان اللي بتقرأه بيثبت في الدماغ. لكن النهاردة امة اقرأ اليوم لا تقرأ، أمة اقرأ اليوم لا تعي شيء، أمة اقرأ أخذت على الكسل وعلى عدم القراءة، أمة اقرأ هجرت القرآن، أمة اقرأ هجرت الأحاديث النبوية، أمة اقرأ النهاردة ما بقتش أمة اقرأ. لا يا أخواني، لازم كلنا نرجع تاني للأول، لازم نرجع للعهد القديم قبل 2011، لازم نرجع للعهد اللي كنا بنقرأ فيه في المكتبات الثقافية والعامة والمكتبات المعرفش ايه، والكتب اللي كانت ببلاش، والامور دي كلها الاخلاق بتاعتنا ترجع لاخلاق قبل 2011. الاولاد بتاعتنا نرجع اخلاقهم دي قبل 2011. لما واحد يعمل حفلة يلم فيها 55 مليون علشان خاطر يقول كلام تافه ويغني اغاني تافهة، اللي ماشيين وراه مين؟ جابها منين؟ مين الجمهور اللي راح يسمع ده ويدفع له 55 مليون؟ ما هم ولادنا احنا، تربيتنا احنا، احنا اللي عملنا فيهم كده، وصلناهم لكده، وصلنا اولادنا ان هم يبقوا جهلة، يسمعوا الجهلة، يشوفوا الجهلة، يمشوا ورا الجهلة. احنا اللي زرعنا في اولادنا الجهل منذ الصغر. احنا عاوزين نرجع تاني يبقى متعلمين، مش عاوزين ولادنا يتكلوا كل الدروس نديها لهم دروس خصوصية، كل المواد دروس خصوصية. ما فيش مادة واحدة تختبر فيها عقل ابنك، ما فيش مادة واحدة تقول له بلاش تاخدها وشد حيلك فيها، كل المواد ايه؟ ما فيش خالص، ماحي خالص، ما فيش. زرعنا فيهم الجهل منذ الصغر وهو لسه في حضانة بنديله درس. مش عاوزين نعيب على الناس واحنا اصلا العيوب. نسال المولى جل في علاه ان يكتبنا عندهم للذين يستمعون القول فيتبعون احسنها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر لنا عيوبنا، اللهم قض عنا ديوننا، اللهم انا نسالك العلم يا رب العالمين، اللهم بارك في شبابنا وبناتنا وفتياتنا واولادنا يا كريم، اللهم بارك في معلمينا ومن علمونا ومن يعلمون ابنائنا يا رب العالمين، اللهم ارفع قدر وشان هذا البلد يا رب العالمين، وحافظ على جيشها وشرطتها ونيلها وارضها وسمائها وشعبها يا كريم يا رب العالمين، واكتبنا عندك من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصل اللهم على سيدنا محمد. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم واخر الصلاه، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.